وافقت الحكومة المؤقتة على إنشاء فروع للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وإنشاء فرع للهيئة بالمنطقة الشرقية، ويكون مقره مدينة بنغازي، وفرع للهيئة بالمنطقة الغربية ويكون مقره مدينة طرابلس، وفرع بالمنطقة الجنوبية ويكون مقره مدينة سبها. جاء ذلك في قرار صدر اليوم من الحكومة المؤقتة، والذي تضمن فيه بأن تتولى هذه الفروع مهاما من أهمها إجراء المسح الميداني لمشاريع الاتصالات وقياس الطيف ومستويات الأشعة بالمناطق التابعة لكل فرع، والتنسيق بين المزودين للخدمات وتحديد الممارسات المانعة للتنافس، إلى جانب التنسيق مع الهيئة وإدارتها المختصة في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات والمعلوماتية.